مركز الفروسية عنتر بن شداد وهران يكتسي حلة جديدة من أجل احتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022. الأشغال متقدمة بنسبة 80% وستكون جاهزة في وقتها المحدد. رمي لي زهير رئيس نادي ركاب الوهران والمركب الفروسية اللي غادي يحتضن نوفو بوكس. نورمالمون كاين 120 بوكس هنايا بلس 120 واحده اخرى لونسيان اللي كانت هنا. صافي دير لو كلوب سورا دوتي دو 240 بوكس اونور انترناسيونال وي سورا دوتي اوسي دون كارير دو كومبيتيسيون اونور انترناسيونال تاني بلس اون كارير دو دريساج تاني اونور بلس 3 بادوك et trois longs ronds de longe avec un marcheur de 6 chevaux. Aussi sera doté des tribunes VIP et des tribunes pour spectateurs tennis. La capacité est de 1000 personnes à peu près, ce qui est énorme. Hein, l'équitation, 1000 personnes, c'est déjà haja. Donc le club a été réhabilité, plus de constructions جدد كما راكم تشوفوا لهنايا. وبالمناسبة نشكروا السلطات المحلية على الدعم اللي مدوا لهذه الرياضة وهذا النادي، وعلى رأسهم سيد والي الولاية ومدير سيد مدير الشبيبة والرياضة اللي هي ماد لوفراج في الانفراستركتور هذه. لا دي جي اس اللي راهي تبني اللي راهي ريابيليتات لو كلوب ا بو بخي راهم 90-95% من الاشغال. بقات غير لو سابل لا بوز تاع الرمل، راهم يستناو في ليكسبير تاع لا فيديراسيون انترناسيونال ليجي.